الأستاذ ورداني كما عودنا، الراجل ده بيدينا البهجة وحب الحياة، فتمسكوا بما قاله الأستاذ ورداني التوني. الراجل ده يمكن حببني في العمل النقابي وله معزة في القلب. اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. تحية من القلب للسيد الأستاذ سامح عاشور، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العام. تحية للسادة أعضاء مجلس النقابة. تحية لزملائي محامي الإدارات القانونية الأستاذ علي الصغير والأستاذ أسامة سلمان. تحية لزملائي الأعزاء المحامين بقطاع البترول. احنا عايزين نقول ان ممكن يكون في خلال الاربع سنين اللي فاتوا احنا ما تقابلناش كتير، ودي حقيقة، ومش هنقول ان احنا النهاردة جايين بنتقابل علشان بنجدد عشان داخلين الانتخابات. لا، قطاع البترول ومحامي قطاع البترول هم يعلموا تماما كتيبة في جيش مصر، محامين يذكر لهم أثناء الأحداث كل إن كان في موقعه، ترفعوا وتعففوا رغم إن هم كان عندهم مطالب ومشاكل كتير، لكن ده فعلا ما ظهرش على السطح. إحنا مش هنقول إن إحنا مختلفين، لكن تماسكنا كأسرة من قبل، يمكن قبل ما ادخل كمان قطاع البترول، الاستاذ يحيى التوني كان متولي هذا العمل، ويمكن احنا من بعده الاستاذ ادهم العشماوي، واحنا كلنا الحمد لله رب العالمين متماسكين. وبرحب بالاستاذ طلعت البدري زميلنا الفاضل، اهلا وسهلا بيه في وسط حبايبه من قطاع البترول. اللي عايز اقوله ان احنا قربنا من بعض حسسنا بمشاكل بعض، ولازم اتكلم. يمكن انتوا حضراتكم توزع عليكم التعديل المقترح بالنسبة للإدارات القانونية، وطبعا احنا بنسمن على جهد الاستاذ علي الصغير والاستاذ اسامة سلمان والجميع بصراحة اللي تعبوا في صياغة وابتكار وخلق بعض المواد، على ما اعتقد ان هي برضو هتحاول تحقق نوع من الاريحية للسادة المحامين. طبعا احنا مش هنقول ان احنا هنحقق كل حاجة، ولكن على الاقل تحريك المياه راكدة. ان احنا لو بصينا للقانون هنلاقي ان القانون ده من سنة 73، ويمكن من سنتين انا لقيت عندي مشاكل في الشركات الاستثماري والمشترك في قطاع البترول. قانون الادارات القانونية بيغطي قطاع عريض من محامي الادارات القانونية الخاضعين ليه بحكم القانون. المقترح الجديد ما بيقتصرش على محامي الهيئات العامة وقطاع الأعمال العام، وإنما تطرق لطبيعة المرحلة اللي احنا فيها، وبدأ ينظر نظرة للكيانات الاعتبارية التي تمتلك فيها الدولة أكتر من 51%، وده يعتبر تطور كبير، اللي هي إسبغة الحماية القانونية
والحيادية والاستقلالية في عمل المحامي. احنا تنبهنا لده من سنتين، وبالفعل قمنا بتشكيل لجنة وزارية شكلها معالي وزير البترول، وده احنا بنعتبر ان هو يعتبر سبق وتقدم باخضاع الزملاء في شركات المساهمة التي تمتلكها الدولة والشركات المشترك اللي هي قاسم مشترك بين الحكومة المصرية وما بين الشريك الأجنبي، ان هم يتمتعوا بذات الحماية اللي متمتع بيها قانون محامي الإدارات القانونية. طب ايه اللي خلانا نقترح ده؟ لان ظهرت حالات كانت كثيرة، يمكن كان حوالي منها 70% في اسكندرية، ان رئيس مجلس الإدارة بيشتغل على الهوى، مدير الشؤون القانونية بيعرض عليه طبقا للقانون وطبقا للوائح الى انه ارتأى فيقوم بالتنكيل بالزميل. طبعا احنا تنبهنا لده سريعا، وطبعا رجعنا كل حاجة زي ما كانت، ولم يدار محامي له قيادات واعية وفهمة، لان هي في الاخر ما هيش بالدراع، احنا عندنا قوانين وتنفذ. احنا خدنا بقى الآلية اللي احنا بندور عليها دلوقتي، نزلنا مرتبة الفرق بين القانون والقرار الاداري الى اننا قطاع يحترم القانون، نحن في قطاع يحترم القانون. وبدأنا كان عندنا مشاكل بالفعل كانت كتيرة، شركات القطاع العام وشركات كثيرة اللي كثيفة السادة المحامين، وبدأنا نتعامل مع هذه الملفات. طبعا مش هقول ان احنا يعني حققنا كل حاجة، لكن حلينا كتير من المشاكل. بالإضافة للنقطة دي، احنا يمكن نتعرضنا لضغوط كثيرة ولكن بالاجتماع الدائم بيننا وبين السادة المساعدين برؤساء الشركات القانونيين كنا بنحاول دايما نحل المشاكل بهدوء. برضو احنا عايزين نقول ان احنا قطاع محظوظ، علشان بس ايه نبقى احنا عارفين احنا واقفين فين. يعني احنا ما كانش في درجة اساسا للمحامين كما تعلمون، كان اخرها مدير عام شؤون قانونية، عشان بس احنا نبقى متفقين. هذا الشكل بدأ يتغير ابان الاستاذ يحيى التوني والاستاذ اسامة امين، الاستاذ يحيى الروبي، الاستاذ كرم عبد الرحيم، الاستاذ ابراهيم توفيق، و تدرجنا في هذا الترتيب، فأصبح هناك مساعد لرئيس الشركة، ثم نائب لرئيس الشركة، ثم وكيلا لوزارة البترول، ثم بعد ذلك أن يكون لوزير البترول مستشار منكم من محامي قطاع البترول. فهذا تقدم كبير، هذا التقدم جاء نتيجة عمل في المقام الأول، عمل نمرة 2 حيادية، نمرة 3 شفافية، علشان نبقى متفقين، لان هي فعلا الاخر علشان نبقى متفقين. المناصب ما بتتوزعش هباء، لا انا اشتغل الاول واتعب واكيد حد في الاخر هيشوفني. انا يوم النهاردة في قطاع البترول حبوا يعملوا لجنة لمكافحة الفساد، هم ارتقوا في 2، انا والاستاذ ايمن حجازي. اذن عمل الانسان هو اللي في الاخر بيدي له حق. وبرضو لازم نتكلم بصراحة يا جماعة، اكتر كلما زاد العمل وكلما زادت الثقة زاد العبء، فعلا زاد العبء.
وعلى فكرة علشان نقول ان احنا ما بنتقابلش كتير بسبب ان كلنا عندنا اشغال. يعني النهاردة علشان في هذا التجمع الكبير من اسكندرية ومن كل محافظة من محافظات القاهرة يجي هذا الجامع كان محتاج خطة احلال وحد يبقى موجود، لان احنا بنقول قطاع منتظم ما بنصدقش ان احنا بيجينا حاجة فنقوم نجري، لا. فعلشان كده انا دايما بقول يا جماعة يجب علينا ان نتحمل المسؤولية. انا في بعد اذن معالي النقيب والاستاذ علي الصغير والاستاذ اسامة سلمان والسادة اعضاء مجلس النقابة، انا لي اضافة بسيطة على مشروع القانون، وانا بطلب ان انا اقدمها لمعالي النقيب سامح عاشور في مجلسكم هذا وفي منتداكم هذا. ايه هي؟ انا عندي سن القضاء 70 سنة. طبعا ده لاستقرار منظومة العدالة، واحنا اساسا بنشارك السلطة القضائية. فلو انا مشيت على القانون القديم واعضاء الادارات القانونية ذات الاعتبارات وذات المبررات وطبقا للدستور في عدم التمييز، احنا من حقنا ان يتمدلنا العمل لمدة عمل القضاء. وعلى ذلك انا قمت باعداد مذكرة للسيد النقيب سامح عاشور لتعديل بالاضافة نص المادة هينطبق عليه. ما انا برضو في القانون بيتقال لي انت بتحمي المال العام، انت بتحمي المال العام وانت بتساعدني في المؤسسة على حل مشاكلها وبتساعدني في الوزارة علشان اساعدها وبساعد المحكمة وانا جزء منها ولا تنعقد الا بحضوري. طب الفرق بينه وبينه؟ ايه الفرق بينه وبينه؟ انا ولا طالب ابقى مستشار ولا طالب درجة، انا طالب عدم التمييز ذات المبررات التي تم مادة العمل بها للسادة القضاة تنطبق على السادة محامي الادارة القانونية، وفي التعديل الجديد تنطبق على باقي المحامين. ده طلب مشروع، ده طلب مشروع. انا لما ببص في قانون المحاماة انا ما عندي سن المحاماة. الله، طب اللي واقع بين الاثنين بقى، طب اللي واقع بين الاثنين، اللي واقع بين المحكمة وبين النقابة يتفرم؟ لا، ياخد حقه. على فكرة هذا التعديل قد لا يسر علي وانا مش عايزه يسر علي، لكن من مبدأ المساواة يجب ان يسرع على كافة المحامين. على فكرة يا جماعة ممكن يقول لك والراجل ده احنا المحامين في قطاع البترول النظاميين، صح، لكن برضو انا عايز اقول حاجة، مش لمجرد ان احنا نقول احنا هنيجي نجتمع ونعمل منتدى الناس هتيجي وتخاف، لا، احنا ما عندناش محامين بتخاف. لو المحامين في قطاع البترول مش حاسة ان فعلا الدنيا اتغيرت وان ما بقاش حاجة اسمها محامي من يوم ما يدخل الشركة قطاع عام لحد ما يخرج، لا، ده اتغير. المحامي بنتقل من قطاع العام بروح الشركات المساهمة بروح المشترك، وبقدر المستطاع بنحاول نريح الناس. مش هنقول ان احنا عملنا شغلنا 100%، لكن على قدر المتاح احنا بنحل مشاكل. باسمي وباسمكم انا هتقدم بهذه المذكرة الان لمعالي النقيب سامح عاشور لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التنفيذ.
وفي نهاية كلمتي لا يسعني إلا أن أشكركم جميعا زملائي الأعزاء على حضوركم وتكريم قطاع البترول النهاردة بوجودكم، لأن انتوا فعلا شلتوا كتير، وعلشان كده بقول ربنا دايما هيوفقكم وهيديكم أكتر من كده وهيساعدكم، وأنا متشكر جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.